مفهوم؟ إذا أعيد 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 التنوين، حركة قصيرة، حركة طويلة، وتنوين، تنوين، وتنوين فتحتين. كلما وضعنا فتحتين، هاتان الفتحتان تطلبان الألف، ولا نكتب بهذه الطريقة ثن، لا نكتب ن، لا نكتب ن، لا نتكلم، نستمع فقط، لا نكتب ن، ننطقها، ننطقها بلساننا أسامة، ولا أقول، ولا نكتبها بالقلم. أعيد، تنوين، تنوين، هو ضعف، الحركة تضعف، يعني تصبح فتحتان، ونقول ثن، ثن، ولا نكتب ثن بالطريقة هذه، إذن هذه الطريقة والكتابة خاطئة، نمسحها حتى لا تبقى في أذهاننا. وعيد القراءة، وعيد القراءة جماعة. ثن، ثن، ثن. جيد، عبد الإله. ثا، قصيرة، قصيرة. ثا، ثن، ثن، جيد. ننتقل إلى ما هذا الحرف؟ ما هذا الصوت؟ سو، سو. نكتب سو. ما هذا؟ سو، سو. ثم سو، حركة طويلة، حركة طويلة. كلما قلنا حركة طويلة نضيف الحرف الزائد، إما الألف مع الفتحة أو الواو مع الضمة. ثم التنوين هو لا، ليس ثن، ثن، ثن. لا نضيف أي حرف، لا نضيف أي حرف، ضمتان ولا نضيف الحرف مثل الفتحتين، فتحتين. نعم، إذن ث، ث، ثن، ثو، ثو، ثن. الآن ماذا نكتب؟ لا، ث، حركة قصيرة، نبدأ بالحركة القصيرة، الكسرة دائما تأتي تحت الحرف، ث، ثم ث، ث، نضيف الياء، ثم ث، ثن، 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 كسرتان. الآن هذه إذا كانت في بداية الكلمة، الآن نكتب إذا كانت منفصلة، منفصلة، مفهوم؟ إذا كانت منفصلة تكون بهذه الطريقة كما تناولناها في أول مرة، ثو، ثم ثي. إذا كانت في وسط الكلمة، في الوسط، فإنها تمسك بين اليمين وبين اليسار، فنكتبها بهذه الطريقة، ث، ثو، و سي، سي، سي. ثا، جماعة، ثا، 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 ثن، ثن، سو، 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 سو. جيد، إذن درسنا حرف وصوت ثا ببداية الكلمة ومنفصلا وفي وسط الكلمة مع الحركة القصيرة والطويلة والتنوين. ماذا نسمي التنوين؟ ما معنى التنوين؟ ما معنى التنوين؟ فتحتان أو فتحتان أو فتحتان. نعم، يبقى لنا ماذا يبقى؟ كسرتان. لا، كسرتان قلنا. نعم، كسرتان. سكون، 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 ليس له حركة قصيرة ولا طويلة ولا تنوين. السكون، السكون ليس له لا حركة لا قصيرة ولا طويلة ولا تنوين. إذن و يعني غير كامل، غير كامل، غير كامل، مفهوم؟ جدا. لدينا ثلاث حركات مع السكون،
ثلاث حركات، كل حركة فيها حركة قصيرة وحركة طويلة، بالباقي ننتبه. حركة قصيرة، حركة طويلة، وتنوين وتنوين. حركة قصيرة، حركة طويلة، تنوين. حركة قصيرة، حركة طويلة، وتنوين. إلا السكون فليس لديه الحركة الطويلة وتنوين. إذن الآن ننتقل إلى الكتابة.